اهلا بيكم مره تانية. منورني طبعا نجوم الصحافه المصريه نجمنا الكبير الاستاذ عبد الشافي الصاد. اهلا بيك استاذ عبد الشافي. اهلا بيك احمد، طيب. وكل سنه وانت طيب ودايما متالق ودايما مبدع، وسعيد ان انا اكون معاك. انا سعيد اكتر بيك الله طبعا. يخليك. البقاء لله منتصر رفاعي الناقد الرياضي الكبير في وفاه الوالد، البقاء لله. واقول لك كل طيب وسعيد ان شفتك النهارده. انا مبسوط معاكم وسبحان الله والدوام. بشكرك يا احمد، بشكر كل زملائي في قناه نادي الزمالك اللي دعموني في وفاه الوالد، واخص بالذكر يعني وبالشكر للمستشار مرتضى منصور. كان سباق كعادات، وايضا جمهور نادي الزمالك العظيم وكل زملائنا في الوسط الرياضي والوسط الاعلامي. ويا رب يعني ما يكتبش على حد كده، ويا رب كل الرحمه لكل امواتنا واموات المسلمين جميعا ان شاء الله. ربنا يجعل ان شاء الله. اللهم امين. نورتنا وسط المستقبل منتصر. استاذ محمد الشرقاوي، والله زمان يا شرقاوي. اهلا بيك يا استاذ احمد، تحياتي ليك، وصدقني انا سعيد ان ابقى موجود معاك في قناه نادي. والله زمان. زمان قوي يعني. لا والله زمان والله. على طول مع بعض. اكيد، بس شعور مختلف واحنا في بيتنا في قناه الزمالك اكيد، ومع جمهورنا الجميل جمهور نادي الزمالك، بندعم نادينا المفضل. اكيد طبعا ان ابقى موجود مع احمد جمال وزملائي الاستاذ عبد الشافي الاستاذ منتصر في قناه نادي الزمالك وبقيه الزملاء، ده شيء امر يعني شيء يسعدني جدا جدا جدا. طيب نبدا بقى ملفاتنا. يمكن شويه انا بتكلم في الكوره مع نجوم الكوره، هنتكلم شويه في الكوره اكيد، وعلى مكسب الزمالك امبارح، وعلى مكسب بيراميدز اكيد المؤثر جدا في مسيره المنافسه. بقت المنافسه ثلاثيه ما بين زمالك وبيراميدز واهلي. ولكن اروح مع استاذ عبد الشافي على الخبر يمكن اللي المستشار مرتضى منصور يمكن اختصنا بيه في بدايه الحلقه، لما قال ان الزمالك سيتقدم بشكوى لدى الفيفا فيما يتعلق بمستحقات مصطفى محمد. مصطفى محمد المفروض ان الزمالك يجي له 4 مليون دولار، تم ارسال 3 مليون دولار و800 الف دولار، يعني ناقصين 200 الف مش معروف هم راحوا فين اساسا، والمفترض مين اللي خدهم في الايام التعاقد مع مصطفى. اعتقد كانت اللجنه الاولى اللي كانت ماسكه نادي الزمالك، صح كده؟ كانت اول لجنه، صح؟ اللجنه. ادي حاجه. الحاجه الثانيه ان في بند وشرط جزائي الزمالك بيتمسك بيه بالحصول على 500 الف دولار يضافوا الى ال 200 الف دولار، فيتمسك الزمالك في هذه الشكوى ب 700 الف دولار بيتقدم بيهم بشكوى غدا ضد نادي جلطة سراي. بص، ده احنا تعودنا من المستشار مرتضى منصور استرداد حقوق الزمالك. مفيش حق لنادي الزمالك بيسكت عليه، ودايما بيسترد الحقوق، ودايما واقف في مصلحه الزمالك. فالمستشار مرتضى منصور مش غريب عليه انه يدور على حقوق الزمالك، وفي عقد، والعقد شريعه المتعاقدين بين الزمالك وبين النادي التركي وبين اللاعب، عقد ثلاثي، وفي الشرط الجزائي ده انك انت هتدفع 4 مليون دولار مقابل انك انت حق البيع. نعم. حسب الشرط البيع الموجود. وشرط جزائي ده لو في حاله التاخير او في حاله الاخلال ببند من البنود او اخلال بند البنود، فانت بعت 3800 يبقى انت اخليت بالعقد. فمن حق الزمالك انه يلجا للاتحاد الدولي عشان يسترد حقوقه. الحاجه الثانيه كمان، مصطفى محمد، يعني مصطفى محمد دلوقتي عنده مشكله في تركيا. المدير الفني اللي جاه قال لي مش عايزه، وهيتم اعارته لنادي تولوز الفرنسي. دي قضيه تخص النادي التركي لا تخص نادي الزمالك، لكن نادي الزمالك ليه 14 مليون جنيه عند النادي التركي هيحصل عليها، يعني هيحصل عليها. بدليل قضيه كهربا، كل الناس رهنت ان عقد كهربا مزور، الا المستشار مرتضى منصور، والا امير مرتضى منصور، والا نادي الزمالك واداره نادي الزمالك اللي قالت الحق وقدرت تاخد حقها من قضيه كهربا، اللي هي درس للجميع. ما حدش يقدر يفكر ياخد لاعب من نادي تاني، درس لكل الانديه. عاوز تهربه، ده حتى النادي اللي خد كهربا اعلن تفليسه وتم غير موجود في على الخريطه. في هو حتى معروف عنه القصه دي، يعني ما هو ده السبب. ده سبب من الاسباب انه النادي اعلن افلاسه، والاتحاد الدولي وقع عليه غرامات كتير، لان النادي ده بيبقى كوبري للعيبه ومشهور عنه، مشهور كده. عنه كده. نعم. عشان كده افيس ما بقاش فيه افيس. وتم، والراجل الاعمال الصيني ساب برتغالي ومشي. فاللي عاوز اقوله ان هو بيدور على حق الزمالك، هياخد حق الزمالك. وطالما قال، وبعدين لازم يقول للنادي التركي هل في فلوس انت بعتها قبل كده ومش حدش عارف راحت فين؟ طب وليه بعت 3800؟ ليه ما بعتش ال 4 مليون؟ اين مصير ال 200 الف دولار؟ ال 200 الف دولار راحوا فين؟ هل حضرتك ده جبت بيهم مثلا لبس الحد واحنا مش عارفين؟ فدايما المستشار مرتضى منصور بيبحث عن، هل هناك كانت اتفاقات جانبيه؟ ده ما هو ده المفروض النادي التركي يعني يجاوب عليه. يعني انت تقول لنا هل حضرتك اتفقت مع حد في لجنه سابقه مثلا على هذا الامر؟ ما انت اين مصير واين ال 200 الف دولار؟ راحوا لمين؟ انتقال مصطفى محمد لتركيا
انتقال تم فيه ضجيج كتير وغموض كبير. واحد طلع قال لك اصل نسيت العقد في العربيه، واحد طلع قال اصل ما بعتناش مش عارف ايه، اصل ما كتبناش، فكان في غموض حوالين الصفقه كلها. يعني اللجنه اللي كانت موجوده تدير النادي، وواحد كان كل شويه يطلع في الفضائيات، انا ما اعرفش هو كان بيشتغل ايه، فيها غموض الصفقه. نعم. عشان كده النادي التركي لازم يوضح الصوره لنادي الزمالك ويقول لهم ال 200 الف دولار دي فين، لان واجب على النادي التركي وحق للزمالك لازم ياخد. بالتاكيد ان المستشار مرتضى منصور واداره نادي الزمالك بتنتهج دائما استعاده حقوق النادي، مش من وليده اللحظه او من الولايه دي، كتب على مجلس المستشار مرتضى منصور ان يتسلم ملفات وقضايا يعني متخمه في الفيفا وصلت ل 14 قضيه منذ انتخابه في 2014، كانت كلها على مجلس اعتقد الاستاذ ممدوح عباس. بنتكلم عن من اجوجو ورزاق اوتوميوسي البنيني وخالد سعد وسيري دي ملفات كثيره جدا، ملفات والكسيس مندوم والكاميرون، اي حد اجنبي كان معدي، وحسين ياسر محمد وصل للتسويه كانت وناس كثيره جدا، تقريبا كانوا 14 لاعب على ما اذكر كانوا بيكلفوا خزينه نادي الزمالك او بيطالبوا، تم تخفيض العقوبات بقرابه 100 مليون جنيه مصري وقتها. فبالتالي النهارده الاداره كانت حريصه فيما يتعلق بمشاكل اللاعبين اللي هم تركوا النادي في وجودهم ان ما تحصلش اي مشكله، وده ما حصلش عقوبات على نادي الزمالك باستثناء عقوبه مارتيمو البرتغالي اللي كان كلها مش مرتضى منصور اوضح مين المتسبب في هذه الازمه، انما فيما يتعلق بذلك كان مجلس الاداره دائما حريص على استعاده حقوق النادي، تامين حقوق النادي، عدم التفريط في اي مليم يخص نادي الزمالك، عمل الكلام ده مع كهربا وانتصر في هذه القضيه على الاعلام المصري قبل كهربا، لانه او على بعض الاعلاميين المصريين عشان نكون واضحين، قبل كهربا نفسه الناس كانت بتدافع عن الباطل، وناس كانت بتنسج يعني قصص وحواديت من وحي خيالهم بانه اللاعب صاحب حق وقدم للوسط الرياضي على انه بطل وانه شهيد في مذبحه نادي الزمالك، واتضح انه الكلام ده كذب وافتراء على نادي الزمالك. وللاسف عندما نادي الزمالك حصل على حقه في هذه القضيه، الحق العادل بشهاده الفيفا 2 مليون دولار والمحكمه الرياضيه 2 مليون و400 الف دولار بالمحكمه الرياضيه وفي الكاس وكل درجات التقاضي في الاتحاد الدولي حصل عليها نادي الزمالك، الا ان وصل لايقاف اللاعب نفسه. فيما عدا ذلك محدش بيتكلم عن يعني نادي الزمالك الجديد اللي بيستعيد حقوقه، اللي بيرفض في قضيه مصطفى محمد انه يتنازل عن فلوس. اي حد ممكن يقول لك انا كفايه عليا انه وصلوا يعني 3800 الف دولار دلوقتي، وكان في 2 مليون وقت الاعاره اتاخدوا وتصرفوا ايام اللجنه المؤقته بتاعت اللواء عماد عبد العزيز. فبالتالي النهارده ده نادي الزمالك الجديد اللي عنده شفافيه وحياديه في عهد المستشار مرتضى منصور، انه بيوضح كل الحقائق امام الراي العام ولا يتنازل عن اي مليم يخص القلعه البيضاء. استاذ محمد، هو كل شيء هينكشف وبان على رأي المسرحية، كل شيء انكشف ومن كل شيء هينكشف وهيبان إن شاء الله في الفترة اللي جاي، لأن المستشار مرتضى منصور ما بيرضاش بالغلط ودايما هو ضد أي خطأ. أولا صفقة مصطفى محمد يمكن أغلب الزملكاوية ما كانوش، أو يمكن كل الزملكاوية ما كانوش راضيين على بيع مصطفى محمد، أو فكرة إن مصطفى محمد ضغط على اللجنة المؤقتة وقتها علشان يحترف والكلام دوت، وفجأة مصطفى محمد راح نادي جلطة سراي بالمبلغ 4 مليون دولار. يعني كان مش قيمة مصطفى 6 بنية البيع النهائي، يعني 4 في حالة البيع النهائي، 4 اللي هو دلوقتي و2 في الأول إعارة، 8 إعارة و4 الإجمالي كلها 6. مش قيمة مصطفى محمد واحد من أفضل المهاجمين في القارة الأفريقية، وكان في عز تألقه وتواجده والكلام دوت، مش هو ده اللي اتباع بالمبلغ دوت. إحنا بنشوف أندية تانية لعيبة عندها في مراكز مش مهاجمين او هدافين طالبين مبالغ كبيره ومبالغ خرافيه. ديانجا مطلوب، يعني ديانجا مثلا يعني كان موزاج مليون هو لعيب وسط ملعب بالظبط، ومصطفى محمد ده كويس برضه، خلي بالك ديانج بس ده فروي، بس بتتكلم على هداف ومهاجم منتخب مصر وهداف نادي الزمالك. مصطفى محمد طبعا لعيب ما حدش يختلف على قدراته الفنيه، ولكن اعتقد ان دي فرصه مناسبه علشان الامور تنكشف، لان الشكوى اللي هيقدمها نادي الزمالك في الفيفا هتجبر اداره جلطة سراي انها تكشف كل الحقائق اللي احنا كراي عام مش عارفينه، وايه اللي حصل في الـ المبلغ ده راح فين، ال 200 الف دولار، وده تساؤل مشروع جدا وشفاف جدا.
لاداره نادي الزمالك بالنسبه للشكوى اللي هتعملها او التساؤل اللي هو هتعمله بالنسبه للموضوع دوت. وده برضو يدخلنا في المقارنات اللي دايما بنعملها بين المستشار مرتضى منصور وغيره في الادارات اللي جت قبل منه او الادارات اللي هي اللجان اللي كانت موجوده في السنه اللي فاتت. لما يجي المستشار مرتضى منصور يصر على بيع مصطفى فتحي اللي كان فاضل في عقده حوالي 6 شهور للنادي السعودي بمليون دولار، صحيح. مليون دولار ده واحد بيوريك قد ايه واحد ما بيفرطش في حقوق نادي الزمالك وبيحاول يجيب اكبر مكاسب لنادي الزمالك سواء ماديه او مكاسب حل مشاكل أدبية. القيد يعني انت النهارده هتقدر تأيد لعيبه، حليت مشاكل كتير جدا ودفعت فلوس علشان تحل المشاكل ديت ويبقى عندك حق المشاركات الافريقيه، ما عندكش اي مشكله. في مبالغ ده مهم جدا، مبالغ كبيره اتدفعت في الشهور اللي فاتت سواء لفريق الكوره او الفرق النشاط الفرق الطايره والسله واليد او الامور الانشائيه داخل نادي الزمالك. في كل الاتجاهات موجود الامور دي، ولكن انا مبسوط ان حصلت المشكله دي بتاعت فلوس مصطفى محمد عشان الامور تنكشف قدام الراي العام الزملكاوي والناس تعرف بقى مين اللي بيشتغل بجد وباخلاص لنادي الزمالك ومين اللي هو هدفه مصالحه الشخصيه فقط داخل نادي من خلال نادي الزمالك. عموما راي الجمهور كان راي مهم جدا فيما يتعلق بالملف الشائك جدا اللي هو ملف كهربا اللي انتوا اشرتوا إليه. تعالوا نشوف رأي جمهور نادي الزمالك فيما يتعلق بملف قضية كهربا. رأيك في عقوبة اللاعب محمود عبد المنعم كهربا بسبب هروبه من الزمالك؟ أنا شايف إن هي عقوبة مستحقة، يعني كهربا يعني باع الزمالك، الزمالك ما بيقعدش على حد، الزمالك نادي كبير. أيا كان الاسم أو أيا كانت الشخصية أو أيا كان هو لعيب كبير، الزمالك ما بيقعدش على حد، الزمالك هو اللي بيعمل اللعيب. يعني الزمالك ما بيقعدش على حد أيا كان هو مين. اللي بيسيب الزمالك ما بيكسبش. في حياته الشخصية وفي الرياضة وفي أي حاجة لأن أحسن نادي في العالم نادي الزمالك وإحنا ما بنجريش ورا حد، إحنا كبار. والله هو ظلم نفسه قبل ما يظلم أي حد، هو ظلم نفسه وزي ما ربنا قال وما ظلمناهم ولكن كان أنفسهم يظلمون. والراجل إحنا معانا راجل قوي وراجل أسد وهو أكيد شمال يمين هيجيب حق النادي لان احنا متاكدين من كده ان سياده المستشار مش هيسيب حق النادي. النادي الملكي هو اللي بينجم اللعيبه مش اللعيبه اللي بتنجم النادي الملكي، ومحدش يقدر على النادي الملكي واي عقوبه يستحقها لانه هو ترك نادي الزمالك، هرب من نادي الزمالك، يعني 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 مش عارف اقول ايه، بس هو اي عقوبه يستحقها، اي عقوبه المستشار يقدر ياخدها منه احنا وكلنا موافقين عليها وكلنا مناصرين للمستشار مرتضى منصور ومساندين لنادي الزمالك العظيم. والله على مر العصور ما فيش حد جه على نادي الزمالك وكسب، يعني الحمد لله ربنا كرمنا بالمستشار مرتضى منصور ان هو كسب القضيه في قضيه كهرباء وكده وربنا كرمنا الحمد لله. والله هو اكيد اللاعب اللي ما بيحترمش العقود واللاعب اللي مش احترافي لازم يتحمل عقوبته بشكل كامل يعني. بس هي دي مشكلة لعبتنا في مصر يعني اللي هم ما بيحترموش التعاقد، ان انت خلاص احترم كلمتك حتى على الاقل يعني مع ناديك. بس هو ده اللي انا عايز اقوله مش اكتر. والله هو عقوبة عادلة طبعا، ان ما بيحترمش نادي اكيد يعني يستاهل كل حاجة ايا كان. نادي الزمالك نادي كبير، النادي هو اللي بيصنع النجم مش النجم هو اللي بيصنع النادي. هو لو كان قال لمجلس الادارة انا عايز احترف او عايز حتى انتقل للنادي الاهلي كان النادي هيرحب، لان نادي الزمالك اللي يشتريه يبقى فوق دماغه واللي بعنا ما يلزمناش. نادي الزمالك فوق قوي يا احمد. ده فيما يتعلق برأي الجمهور، ورأي الجمهور واضح جدا في قصة كهرباء عشان في ملفات كتيرة جدا ساخنة مع نجومنا، فلازم اروح لملف تاني. الزمالك يحارب المنطق احيانا كثيرة جدا. الزمالك يحارب مش عايز اقول اعداء في الخفاء، ممكن ما يكونوش باينين ليك ان هو بيحاول ان هم يكعبلوك يعرقلوك في المراحل وفي الامطار الاخيرة. والزمالك الان في الامطار الاخيرة، نهائي الكاس، سموحة يوم الحد، فيوتشر الخميس، بيراميدز الاثنين في خلال يمكن 10 ايام عندك بتاع 4 ماتشات، اشاعات كتيره متوقعه، حاجات كتيره ممكن تحصل مع الزمالك. كيف يستفيد الزمالك من اخطاء الماضي في انه يتعامل مع كل هذه الملفات؟ بص يا احمد، الزمالك مش هيسيبوه في حاله قولا واحدا. كمان الزمالك مستهدف مش اشاعات مش دلوقتي، من زمان قوي. دايما الزمالك لما يكون في القمه وبيقترب من منصات التتويج تلاقي اشاعات، لاعب هرب، الزمالك هيستغنى عن شبابه، الزمالك اخبار عامل مشاكل، في مشاكل في الاداره، المدير الفني مش قادر يسيطر على اوضه اللبس. سمعنا الكلام ده كله واثبت دلوقتي اللي كان يهاجمه
فيريرا بروفيسير اللي يعني انا شفت فيديو احمد جوارديولا ينحني تقديرا واحتراما لفيريرا. جوارديولا، عارف جوارديولا ولا لا؟ طبعا بينحني تقديرا واحتراما عنديش فكره الفيريرا، فكان الناس بتهاجمه، لا الناس بتحترمه بتنحني ليه. فده توقيت الشائعات للزمالك. ممكن الزمالك السنه دي ياخد 2 كاس مصر في موسم واحد وياخد الدوري. يا احمد الزمالك دلوقتي المنافس الوحيد ليه في الدوري بيراميدز. اسمح لي اقول لك الكلام ده، بيراميدز هو المنافس الوحيد، لان البيراميدز هو اللي عنده سكواد كامل. بيراميدز اللي عنده تكيس بدا يشوف فرقته في الكيس ودور عليها ووظفها ازاي، وعمل واحده من اجمل واحلى المباريات امبارح قدام النادي الاهلي. يعني انت عامل حساب لبيراميدز اكتر من النادي الاهلي؟ اكتر من الاهلي. ليه؟ لان بيراميدز هو المنافس الوحيد للزمالك على درع الدوري. حتى الان الزمالك هو البطل، هو حامل اللقب، وده مش كلامي، ده كلام فيريرا اللعيبه بيقول لهم انتوا الابطال، الزمالك هو حامل اللقب. كلامك فيه انتشاء بعض الشيء، في مبالغه في الفرحه شويه. لا انا اسمح لي بس عاوز اقول لك حاجه، انا مش عاوز ابالغ لان المبالغه هتوديك حته تانية بالظبط، لكن انت تتعامل مع الواقع. اولا بدليل انك انت لازم تشوف الماتشات اللي باقيه دي كلها، ماتشات صعبه جدا ابتداء من سموحه لكل الماتشات، حتى الجونه فاركو. ماتش القمه اللي جاي بين الزمالك وبيراميدز ماتش صعب جدا، هيبقى في مدرب قوي موجود خارج الخطوط، وفي مجموعه مقاتلين اسمهم الشباب العتاوله في الملعب. فيريرا بيلعب شطرنج في الملعب. فيريرا قاعد على الدكه بره بيفكر طول الوقت. ماشي، فالشائعات دي دايما مستهدفه الزمالك لما يقرب من منصات التتويج. الزمالك عنده 3 منصات تتويج في موسم واحد، 2 كاس مصر وبطوله الدوري. كيف يتعامل الزمالك منتصر؟ بختلف مع استاذ عبد الشافي في نقطه انه بيراميدز المنافس الوحيد لنادي الزمالك، يبقى النادي الاهلي. اختلف براحتك. يبقى النادي الاهلي نادي كبير بجماهيره بلاعبيه، عنده سكواد مكتمل ما عندوش اي مشاكل، قد يكون بيعاني من الاجهاد بس بيعرف يكسب دوري. نفس الكلام من نادي الزمالك بيعاني من الاجهاد ايضا، وكل فرق الدوري، وده اللي دايما نادي الزمالك كان بينادي بيه، ان كل الفرقه وكل المنظومه وكل المسابقه تضررت. انت شايف النادي الاهلي هو الاهلي هو المنافس الاقوى حتى هذه اللحظه؟ شايف الفريقين ما زال في المنافسه، او الثلاث فرق بتكلم عن نادي الزمالك باعتباره البطل باعتباره المتصدر، انما عنده ازاي الزمالك يحسم 9 مباريات مصري انه ما يبصش لبيراميدز وما يبصش للنادي الاهلي. يفترض نفترض ولو لمره اللي كان بيفترض الاعلام دائما ضد نادي الزمالك، انه دائما عندما يكون في مباراه مؤجله للنادي الاهلي الاعلام يتعامل على انه الاهلي فائز لا محاله، وانه خلاص سيتصدر حتى لو عنده 5 ماتشات مؤجله. وده للاسف اللي ما حصلش يعني، او هو الاهلي عنده ماتشين مؤجلين، عنده ماتشين مؤجلين على الاسماعيلي بس انا شفت الماتشات كلها صعبه، بس هي ماتشات الاهلي غير المقاولين والاسماعيلي، وماتش المصري اعتقد ماتش هيبقى صعب شويه، ماتش الاتحاد اعتقد في اسكندريه انا اخشى شويه. ماتشات الزمالك صعبه برضه. انا لازم احذر لاعبي نادي الزمالك من انه كل الفرق لا تلعب بنفس القوه امام المنافسين، مستمر تلعب امام نادي الزمالك، كله بيجي نادي الزمالك بيقفل ويلعب زون ديفنس وبيتحول ال 11 ال 22 مقاتل في الملعب، والروح بيدف الحماس كانهم بيلعبوا فرقه اجنبيه، والمدراء الفنيين بيبقوا واقفين على اعصابهم وبيشدوا في شعرهم ويزعقوا، وبنشوف شخيط وحاجات كتير جدا، ده بنشوفه امام نادي الزمالك. ده مش عيب على فكره، وما نقدرش نقول لحد انت اللي بتلعب كده ليه. قدر نادي الزمالك باعتباره البطل باعتباره متصدر المسابقه انه الجميع عايز يتصدر المشهد على حسابه، او ان هو يلعب ماتش التاريخ. انا عطلت البطل، انا عطلت نادي الزمالك يعني الكبير. سموحه مثلا من الفرق اللي عطلت النادي الاهلي في ماتش اسكندريه الشهير. اعتقد ان الماتش القادم سموحه والزمالك هيبقى ماتش مهم يوم الاحد الجاي. اكيد ماتش تقيل، ماتش صعب اكيد. بعد الكاس كمان هتبقى خارج من مواجهه النادي الاهلي، هتبقى مباراه صعبه على النادي الزمالك. ولا قدر الله لو حصلت نتيجه غير جيده الماتش اصعب. عنده اخفاق امام فيوتشر سوري امام الاسماعيلي، خسر من الاسماعيلي وكان مطرود اعتقد من عنده حمدي علاء. فبالتالي النهارده عبد الحميد بسوني كمان من المدربين المتميزين اللي بيلعب مباريات قويه جدا امام الفرق الكبرى. البنك الاهلي وكمان خسر البنك الاهلي، من البنك الاهلي، فالنهارده بقى في ضغط اكتر على بسيون وعلى سموحة. نفس الكلام، الضغط الكامل المحله كان خسران ماتشين قبل ما يلعب الزمالك. شفت انت المحله بتعمل ازاي في الملعب بتاع ماتش كبير جدا، ولاعب ما نقدرش نلوم على حد، ولكن النهارده نادي الزمالك قدره
انه يحارب كل هذه الشائعات المغرضه محاولات عرقله المسيره، لكن عندنا ثقه كبيره جدا في اللعيبه والجهاز الفني والاداره ونمبر 1 جمهور نادي الزمالك. نفس ملف الشرقاوي. لا هو اهم شيء محدش يلتفت لبعض الاعلاميين المنتمين للنادي الاهلي اللي بيحاولوا يروجوا فكره ان الزمالك هو الاقوى، هو الافضل، هو اللي ضامن الفوز ببطوله الدوري هذا الموسم. هذا سم في عسل. بالظبط، هم بيحاولوا يدسوا السم في العسل. دلوقتي الزمالك بقى حلو، الزمالك هو مش عارف، لا الزمالك لولا الاداره اللي موجوده معاه دلوقتي هي اللي اعادت الاستقرار لنادي الزمالك، هي اللي لمت الفرقه مره تانية، هي اللي خلت الـ 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 الامور تنقلب 180 درجه بعد ما كان جمهور نادي الزمالك في بدايه الموسم كل طموحه ان الفريق يوصل بس نهائي دوري ابطال افريقيا تاني. الموسم اللي جاي وياخد المركز الثاني، بقى دلوقتي طموح الناس كلها زاد. تداخل على نهائي كاس مصر في النسخه القديمه، عندك 9 ماتشات في بطوله الدوري العام، لو خدت فيهم الفول مارك هتاخد بطولة الدوري للمرة الثانية على التوالي. مطلوب من لعيبة نادي الزمالك، مفيش ماتش سهل وماتش صعب، مفيش حاجة اسمها ماتش بيراميدز أهم من ماتش ايسترن كومباني، لا كله زي بعضه، ده بثلاثة بونت وده بثلاثة بونت، ماتش ايسترن أو ماتش المقصة ما يفرقش وما يقلش أهمية عن ماتش بيراميدز، ده بثلاثة وده بثلاثة، بتركز في ده كل ماتش، ده بطولة، كل ماتش بتاخده كأنه نهائي كاس. ماتش سموحة، سموحه كسب الزمالك في الدور الاول، احنا المفروض ده لنا هدفين، ان احنا نثأر من سموحه بعد فوزهم علينا في الدور الاول، زائد الدافع بتاعنا ان احنا نستمر في الفوز، عشان مالكش دعوه ببيراميدز ومالكش دعوه بالنادي الاهلي، ركز في نفسك انت كده، فوز ورا فوز ورا فوز ورا فوز، بيزيد الضغط على المنافسين، بتصدر لهم هم الضغط، بتصدر لهم التوتر، بتصدر لهم المشاكل الداخليه بتبتدي تظهر، يبتدي كل فريق يقول لك لا ده المدرب الجديد بتاعي ده مش كويس، لا ده كويس، يبتدي يحصل خلافات، يبتدي يقول لك احنا عايزين ده، في نادي دلوقتي نادي جاب لعيبه بمئات الملايين، منهم ناس في الدوري الانجليزي، نادي الاهلي، دلوقتي الناس بتتحدث عن النادي الاهلي محتاج 10 لعيبه جديده، طب ونادي الزمالك اللي موقوف عنه القيد مفيش لعيبه جديده، ده في لعيبه عنده متهربه من المباريات كمان، يعني اللعيبه لسه عنده، في ناس متهربه من الماتشات، في اصابات، وكل ده نادي الزمالك ده بطل، نادي الزمالك ده عظيم، انه في كل الظروف الصعبه ديت هو متصدر بطوله الدوري العام، وده ياخدنا في حاجه واحده، ان طالما في استقرار اداري وفكر اداري مميز بينعكس بالايجاب على اي شيء داخل النادي ومنها فريق الكوره بداخل نادي الزمالك. طيب انا هروح لنقطه العدل. العداله طبعا. العدل. بس احمد بس قبل تروح لتنقل الموضوع انا بس عايز ارد على منتصر، انا لما قلت المنافس الوحيد بيراميدز، الاهلي عنده مشكله جهات. والزمالك عنده جهات. والزمالك عنده، بدليل ان المستشار مرتضى منصور امبارح في مداخله تلفزيونيه وهو الزمالك الاول. وما فيش حد ليه، يعني الزمالك عنده منفرد بالقمه، وقال انا عشان مصلحه الكره المصريه لو لغوا الدوري يلغوه، والزمالك هو المتصدر البطوله. فده بقى للاهلي عنده جمهور عظيم ونادي عظيم ونادي بطولات وله اسمه في افريقيا، لكن المشكله في النادي الاهلي مشكله اجهاد ومشكله فنيه وتغيير مدرب، على بال ما يقرا فريق الاهلي يكون التسع اسابيع مر من بطوله الدوري. عموما دعنا نتفق، انا وجهه نظري لو انا يعني تسمحوا لي ان انا اقول وجهه نظري، ان الزمالك يواجه بمنافسه كبيره جدا ما بين الكبيرين الاهلي وبيراميدز. صح، الفرقتين كبار جدا، الاهلي بالروتس بالجذور باللي بيعرف ياخد دوري ازاي، النادي الاهلي بيعرف يعمل ده، بيراميدز بسكواد مهم جدا وفرقه امبارح اثبتت وبرهنت على قدراتها الكبيره، فاعتقد ان المنافسه هتبقى كبيره جدا ما بين الثلاث فرق. اعتقد ان الزمالك، ودي نصيحتي المتواضعه، الثلاث انا باخدهم يعني زي كتله كده يعني باكج يعني الزمالك سموحه فيوتشر طبعا سموحه فيوتشر بيراميدز الثلاث ماتشات دولت انا وجهه نظري يقربوك بنسبه لا تقل عن 40%، يعني تاخد 40% تحطهم في رصيدك كده يبقى لك 6 ماتشات، بالك انت رايح برضو الفرقه بتنافس على الهبوط بتبقى اكثر شراسه. انا انت ماتش المقاولين العرب، ماتش المقاولين العرب وماتش المحله، انا بس بتكلم خدوا مرحله مرحله، بس المقاولين العرب ده كان من الماتشات المفروض ان هي نظريا سهله، لا بس كان ماتش كان في منتصف، وعلى فكره المقاولين كان كويس جدا في الماتش ده الشوط الاول تحديدا. طيب الدوافع كمان يا كابتن احمد، اكيد اللي هتقابلك الفرقه اللي هتقابلك دوافعها ايه بالظبط في الجونه، هيلاعبك ازاي في الجونه، هو مهدد فيوتشر هيلعبك ازاي خاصه ان الجون النهارده كسب. لا الاهم من ده كله التحكيم، ما انت ما تجيش في ماتش زي غزل المحله
تدي انذار ثالث لامام عاشور، ولما شفناها في الاستوديو التحليلي في قناه نادي الزمالك في تلامس حصل بين امام عاشور وبين مدافع المحله في الفخده، المفروض لو انت مش هتحسبها ضربه جزاء فعلى الاقل ما تدلوش انذار، ما انت خسرت الزمالك لعيب مهم في وسط الملعب في ماتش سموحه اللي جاي ده اللي هو امام. انت عايز ايه بالتحكيم؟ لا المفروض يبقى في عداله. احنا لما شفنا العداله اتحققت في مباراه البيراميدز والنادي الاهلي شفنا المباراه كان شكلها ازاي وشفنا نتيجه المباراه شكلها ازاي. احنا عايزين العداله التحكيميه. لو الحكام المصريين التسع جولات اللي جايه في منتهى الاهميه بالنسبه لصراع المقدمه وصراع الهبوط، لو التحكيم المصري مش قد القصه او الحكم اللي هو مش هيبقى شايف نفسه اقوى من النادي اللي بيحكم له ايا كان، ايا كان اللون اللي الاهلي الزمالك الاسماعيلي الاتحاد السكندري، انا عاجبني جدا كل الانديه لازم الحكم نازل المباراه مش شايف غير نفسه ومش شايف غير ضميره ومش شايف غير يعني هو ده اللي يبص عليه اسمه قبل اي شيء. انما اللي يخاف من ده الحملات يخاف من حملات اعلاميه بتتعمل، حملات ممنهجه بتتعمل على بعض المؤسسات، لا ما ينفعش. الحكام ولجنه الحكام لازم يبقى ليها حمايه من اتحاد الكوره، حمايه قويه جدا من اتحاد الكوره. اي لعيب يخرج عن النص لازم يتم معاقبته فورا، اي مسؤول يخرج عن النص ده حكم لازم يبقى عبره لاي واحد. دي مرحله ما فيهاش هزار، ما ينفعش ما فيهاش هزار. بالتاكيد ما فيش هزار. انا بتمنى من منظومه الكره في مصر وهي تحاول ارتداء ثوب جديد للتطوير وتصحيح المسار، وكمان في كلاتنبرج بيتابع القصه عشان يستلم مهمه تطوير الحكام الموسم الجديد. اتمنى ان المباريات اللي فيها منافسه سواء في القمه والقاع يبقى فيها حكام اجانب في الجولات التسع اللي جايه دي. مين يتحمل المسؤوليه؟ اتمنى عشان نخرج بالمسابقه دي لبر الامان وكل حد. انت بتستند لنموذج ماتش الاهلي والزمالك في لكل نماذج الحكام الاجانب بالظبط. والحكم امبارح انا بصراحه امبارح الحكم الناس كانت ما تبصش للفار، ده الراجل بيصفر وقراره صحيح ما بيستناش الفار. الطقم كله يعني امبارح ادار المباراه ما فيش مشكله، الموضوع سهل، الموضوع سهل. بيراميدز والاهلي امبارح بصراحه ليه يا كابتن؟ عشان هو ما يعرفش الاهلي ده، وما يعرفش ده اسمه عمرو السوليه، وما يعرفش ده اسمه عمر جابر، ما يعرفش ده اسمه ما يعرفش مين ده، وما يعرفش مين ده. مش خايف بيصفر على اللي شايفه. اه انت لما ترضي ضميرك وتصفر على شايفه وتلعب لاسمك ولكيانك وما تخافش من حد وما تخافش من اي حد بيقعد يشوح لك على الخط، وما يبقاش مثلا بتدي كارت وانت خايف ومرتعش او خايف في تقريرك تكتب لا تزعل سين او صاد. انت النهارده الحسابات اللي عند الحكم المصري صعب شيء. بص يا احمد، اولا انا لا اشكك في ضمائر وزمام الحكام المصريين، ولكن كل الخوف اللي هو مستوى الحكم نفسه. يجب على الحكم انه اللي بينزل الملعب ما يبصش الالوان ويبص دايما لشخصيته ولتاريخه كحكم، لان العداله مطلوبه. ودايما الزمالك بيشتكي من عدم غياب العداله، لان العداله دايما بتقدمك للافضل. ويكفي ان انا امبارح لما اسمع التاكيس مدرب بيراميدز قال احنا ما فزناش على النادي الاهلي الا ما جه حكم اجنبي. ده قال كده في المطبق؟ قال كده. ده معناها ان احنا لازم نتوقف كثير عن الموضوع ده، بدليل الحكم احنا ما حسيناش بيه في الملعب. كان مباراه سريعه، مباراه جميله، مباراه رائعه. الاهلي قدم في حدود الظروف المباراه، وبيراميدز نفس الشيء وقدر يوصل يسجل هدفين. فالعداله في الدوري في التسع ماتشات اللي جايه دي هتحدد مصير نادي كبير بطل. فيجب على الحكام المصريين ان يراعوا ده، كمان لجنه الحكام تراعي ده وتختار الحكم المناسب للمباراه المناسبه، بدون ميول، بدون الوان، بدون ان هو اهلاوي ولا زملكاوي ولا اسماعيلاوي ولا مصراوي ولا اتحاداوي. مصلحه الرياضه المصريه هي العداله، مصلحه الكره المصريه هي العداله. انت كزملكاوي ترضى بالعدل ايا كان اي كالعدل، حتى الفانيلا لون الفانيلا ما يفرقش للحكم، يبقى عنده لو الزمالك عليه ضربه جزاء تتحسب ضربه جزاء، ما يزعلكش الكلام ده. ده بس يبقى على الكل، لكن ما يبقاش في حد بيدللوه وحد بيجاملوه وانت قاعد تتفرج. جمهور الزمالك يا احمد في الفتره اللي جايه، جمهور الزمالك هو نمبر 1 في الملعب. جمهور الزمالك داعم. والمشهد اللي انا شفته في مباراه الزمالك وغزل المحله من جمهور الزمالك اللي جاي من كل نجوع وكفور مصر، من اسوان حتى اسكندريه، لا ده حاجه. ده هذا الجمهور يستحق الاوسكار. وانا مره بصراحه، وانا مره ثانيه وثالثه لما الاقي اداره الزمالك بتساند الجمهور وتوفر له اتوبيسات فانا بحييهم. لازم الاداره دي حاله. حاسس وعلى فكره الجمهور انا حاجه، انا عايز اقول حاجه يا استاذ عبد الشافي. انا النهارده قدرا يعني وانا بشوف كده الاخبار وبحضر للحلقه
شفت النهارده يعني اعلاميين وناس بتطلع على اليوتيوب وناس بيجتهدوا يعني ومحسوبين على النادي الاهلي يعني بيتكلموا باسم برامج للنادي الاهلي اشادوا بالمستشار المرتضى. انا شفت ده النهارده والله بجد اشادوا برئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور في تعامله مع الجمهور وان هو وفر لجمهوره اتوبيسات للمحل. انا شفت ده النهارده بعيني لاول مره. هو ده الشعور بالجمهور. المشكله ان في احساس بالجمهور يا احمد. يعني المستشار مرتضى منصور حس بنبض الجمهور. الجمهور عايز يروح ورا فرقته فوفر لهم وسيله الانتقال. ودي هتتكرر في الماتشات اللي جايه ان شاء الله حسب اداره نادي الزمالك. فجمهور الزمالك في حاله انبساط، في حاله ارتياح، كل ما يتمناه جمهور الزمالك العداله في التسع مباريات القادمه. العداله منتصر. انا معلش انا يعني بروح للنواقل بالمناسبه يمكن الاستاذ عشام شلتوت تحديدا انت لما بتتكلم على الناس محسوبين على النادي الاهلي استاذ عصام شلتوت الناقد الرياضي الكبير المعروف بانتمائه للنادي الاهلي كان في قناه الاهلي من فتره قليله النهارده وقال ان هو معاه رساله لاداره النادي الاهلي من جماهير النادي الاهلي بالطلب ان هم يعملوا نفس تجربه المستشار مرتضى منصور مع جماهير نادي الزمالك وتوفير اتوبيسات لجماهيرهم بالنسبه للماتشات. قالوا في قناه النادي الاهلي. قالوا في قناه النادي الاهلي. انا عايز على شجاعته. عايز اقول لك حاجه كمان. انا اتوقع انه لو كانت الايه مقلوبه او الصوره مقلوبه فيما يتعلق بنهايه دوري ابطال افريقيا الماضي في تجربه الجماهير، اتوقع انه لو نادي الزمالك كان طرف امام الوداد ان المستشار مرتضى منصور كان سيجد حل وحل مرضي لجماهير نادي الزمالك لنقلها لاستاد محمد او مركب محمد بن خامس. وزي ما وفر طيارات خاصه لفريق الكره في الكونفدراليه في 2019 وكان حاطط الفريق على كف راحه وزي ما بيعمل رحلات للجماهير في كل مكان كان هيجد حل. طيب لانه دايما هو داعم لجمهور نادي الزمالك. بذكر رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور، تخيلوا معايا وهو رايح يقعد مع اللعيبه قبل ماتش الخميس اللي جاي. انت عندك خبره هو بيتعامل ازاي في اللقطات اللي زي كده. انا عارف المكافآت هتتضاعف في حاله الفوز بالكاس او هيبقى في تضاعف. اتعملت لائحه جديده يا احمد 9 ماتشات. اللائحه بتاعه 9 ماتشات تتوقع يقول ايه؟ هو المستشار مرتضى منصور بدا النهج ده ان هو في توقيتات معينه يقعد مع لعيبه نادي الزمالك، وعلى نفس النهج اللي عمله المستشار مرتضى منصور وللاسف سخر منه البعض في البدايه من سنين بدا يمشي وراه بعض رؤساء الانديه الثانيه ان هم برضه كل شويه يقعدوا مع اللعيبه بتاعتهم نفس الفكره بتاعه المستشار مرتضى منصور. بس هنا كان الناس بتسخر للاسف منها في البدايه وهنا طبعا بيشيدوا بالعبقريه وما جابتش نتيجه. هيقول ايه للعيبه؟ المستشار مرتضى منصور بيعرف يختار التوقيتات المناسبه ان يقعد مع لعيبه نادي الزمالك. انا متوقع ان المستشار مرتضى منصور كعادته داعم للاعيبه نادي الزمالك بغض النظر عن نتيجه مباراه نهائي الكاس. يعني انا متاكد انه هيقول لهم العبوا لجماهيركم، العبوا لنفسكم، العبوا لمتعه كره القدم بدون اي ضغوط. انتوا المتصدرين لبطوله الدوري العام، انتوا الافضل هذا الموسم من كل الانديه، خلوا عندكم ثقه في نفسكم، ثقه في ربنا سبحانه وتعالى، جماهيركم مستنيه الفرحه بتاعتكم، ماتش واحد اللي هو نهائي الكاس دوت ببطوله هتسعد ال 60 مليون زملكاوي اللي موجودين في مصر والملايين اللي موجودين في الوطن العربي من عشاق نادي الزمالك. انا متاكد ان المستشار مرتضى منصور بيعرف يختار حتى رسائله لكل لعيب لعيب. يعني دايما هو في جلساته مع اللعيبه ما بيتكلمش بشكل بيتكلم بالاول الاول وبعد كده بيوجه رسائل محدده للعيبه معينه عشان هو عارف مفاتيح كل لعيب ايه. عندكم معلومه انت متابع انت الحاجات دي، طاقم التحكيم جنسيته ايه ماتش الاهلي والزمالك، الزمالك والاهلي النهائي ولا لسه؟ هو في الاربع دول اللي حددوها اسبانيا وايطاليا والمانيا. ده ملف مهم. نهائي كاس ماتش بطوله خاصه. نهائي مهم جدا بين كبيرين. القمه دي مش قمه ده عاديه، ده قمه على العالم كله بيتابعها. يعني الزمالك والاهلي وبطوله وفي حجم في المستوى ده العالم كله بيتابع القمه يا احمد. ده الوطن العربي كله بيبقى في المقاهي وفي البيوت. هو العرس زي ما بيقولوا، هو العرس ديربي القاهره. يعني الصحف العالميه والاعلام العالمي بيتابع ده لان ده ديربي. ده أكبر ناديين في الشرق الأوسط وأكبر ناديين في مصر، الزمالك والأهلي. طيب الزمالك ما كسبش الأهلي ودعنا نكون صرحاء من يمكن داخلين على سنتين أعتقد، صح؟ كان آخر ماتش 3-1. آخر اتنين نهائي كاس بين الأهلي والزمالك. الزمالك اللي كسب. أنا بتكلم بصفة عامة. الزمالك هو اللي كسب آخر اتنين نهائي كاس كان بين الفرقتين. وإن شاء الله يبقى ده التالت. طيب أنا بتكلم بصفة عامة. كان فيريرا صاحب واحد فيهم. نعم. كان فيريرا صاحب بنهائي 2015. أنا بتكلم من يمكن من ساعة لما
بعد ما المستشار بعد ما جت اللجان 19-20 بعد ما جت اللجان ما حصلش ان الزمالك بعد مباراه نهائي افريقيا بالظبط كده. ده يخليني اقول للاعيبه الزمالك ان انت مطلوب منك ان انت فرحه غابت في مباراه القمه لان دي بطوله خاصه. صحيح. لا انت لازم تفرحني، انت صحيح. لازم تكسب النادي الاهلي لان جمهور الزمالك مستني منك مش تتعادل، مع ان مفيش تعادل في ماتش نهائي كاس، انت لازم تكسب. تكسب ازاي يا منتصر من وجهه نظرك؟ بالتاكيد بالتركيز بالاصرار بالروح القتاليه بنفس اللي ممكن يقول المستشار مرتضى منصور للاعيبه، العبوا برجوله، اعملوا اللي عليكم، ادوا اسعدوا جماهيركم، وفي النهايه النتيجه بتاعت ربنا. اللعيبة نادي الزمالك لو دخلت المباراة في قمة تركيزها خاصة في أول ربع ساعة، لأنه نادي الزمالك أو الراجل سوارش الجديد ده بيلعب بهجوم أنا بشوفه هجوم عشوائي بينتهج أنه بيهاجم بكل الخطوط، إنما لو زي أنت تابعت مباراة بيراميدز الضغط العالي على لعيبته وعدم ترك مساحات ليهم للتمرير ده هيساعد كتير جدا نادي الزمالك. أنا بشوف أنه رجالة نادي الزمالك والروح اللي موجودة في المباريات الأخيرة وحالة الحب اللي بتفكرنا بنفس سيناريو ثنائية الدوري والكأس مع فيريرا في 2015 عاد التاني وروائح الدوري عاد التاني وروائح البطولات عاد التاني من الحب والإثار اللي موجود ما بين اللاعبين، انه اللاعب اللي بيحرز هدف بيروح لزميله اللي عمل الاسيست. ده شفناه مع بن شرقي مع زيزو مع شيكابالا مع المجموعه دي كلها. لما تتكلم على اسماء كبيره جدا موجوده في سكواد نادي الزمالك دلوقتي رغم حتى المعاناه او المرونه التكتيكيه اللي بيعاني منها فيريرا وبيلجا لها دائما للقضاء على حلول الاصابات على حلول عدم القيد، ما فيش صفقات، الناس اللي ما جددتش والناس اللي جددت، انما يبقى ان عندك النهارده محمد عواد اسد حراسه المرمى بيقدم شهاده او بيكتب شهاده ميلاد جديده مع نادي الزمالك ومع منتخب مصر، واصبح حاليا بالتصديات وكل حاجه هو نمبر 1 حراسه المرمى في مصر ويستحق التواجد في منتخب مصر كاساسي. نفس الكلام عندك رجل مدافع زي الونش، عندك زيزو، عندك بن شرقي، عندك ونجم شيكابالا الجزيره، عندك لعيبه امام عاشور، كل اللعيبه اللي موجوده ان شاء الله 11 راجل مقاتل بالاحتياطيين بالشباب اللي موجوده بروح التفاني والانسجام دي ان شاء الله يعدوا مباراه نهائي الكاس. يبقى انهم لازم يا كابتن احمد يعرفوا انهم بيلعبوا منافس قوي، منافس عنيد، حابب يعوض خسارة بيراميدز، حابب إحساس البعض من جماهير أن بطولة الدوري ممكن تبقى ها بعدت شوية، وإن كنت أشك أنه ما زال في المنافسة هيلعب مباراة كبيرة جدا قدام النادي الأهلي، والأهم تحقيق الفوز على المنافس التقليدي. زي ما أنا قلت ماتش ما بين فرقتين عندهم لعيبة كتيرة كويسة. صحيح. هنا وهنا، إنما صدقوني الماتش ده بيخلص بسببين، التوفيق بتاع ربنا سبحانه وتعالى، الحاجة التانية اللي في الملعب بقى اللي تخصك انت كلاعب، ان انت راجل، ان انت عندك حماس، ان انت محسسني انا كراجل زملكاوي ان انت بتعمل اللي عليك حتى لو خسرت وما رضتش ربنا سبحانه وتعالى ان انت تكسب، بس انا هسقف لك. لان اللي بيفرق في بعض الاحيان وده تاريخيا ان ممكن يبقى في اجيال ممكن يعني يبقى الزمالك اقل فيها من الاهلي، بس بروح لعيبه كانت بتكسب ساعات كتير الاهلي. صحيح. ونفس الكلام النادي الاهلي عشان يكون صراحه، ممكن يبقى في اجيال في النادي الاهلي اقل من لعيبه الزمالك، بس بيلعبوا الماتش ده يمكن بحماس اكتر من لعيبه الزمالك. يبقى القصه عليك انت كزملكاوي ان انت تنزل كلاعب تعمل اللي عليك، تلعب راجل، تعمل اللي عليك لان انت لعيب كبير، بس فاضل حته ايه؟ ان انت بتلعب بحماس زي ما اللي قدامك بيلعب بحماس، وفي الاخر التوفيق من عند ربنا. اروح لفكره العدل، تدي المرتضى منصور او المشار مرتضى منصور وامير مرتضى منصور كم من 10 في ملف طارق حامد وابو جابر؟ لان انا ما قابلتكش من زمان فعايز اعرف رايك. 10 من 10 طبعا بالنسبه للتعامل دوت. ما ينفعش اللعيب اللي ما يقفش معاك في شدتك ما ينفعش يجي كان شيئا لم يكن. قبل كده كان بيحصل في ادارات مختلفه في نادي الزمالك اللي هو فكره التغاضي عن الاخطاء، التغاضي عن الهفوات اللي بيعملها اللعيبه. انت هنا في ملف طارق حامد تحديدا انت صبرت عليه حوالي 50 يوم. امير مرتضى منصور متكتم واداره نادي الزمالك متكتمه على، وده حاجه تحسب لهم، ان مفيش مشكله، مفيش ازمه، مفيش اي حاجه وصلت لوسائل الاعلام ان في ازمه، لغايه ما خلاص بقى الكيل طفح، خلاص الامور انتهت. 50 يوم لطارق حامد موجود بره مش عايز، ما ينفعش. فامير مرتضى منصور طلع كشف الحقائق وبالمستندات وبالادله والبراهين، خلاص الراي العام اقتنع هذا اللاعب لا يعني ايه، خلاص خرج من الباب الصغير اللي هو طارق حامد. محمد ابو جبل حضرتك مصاب ومش عارف ايه والكلام ده، لا اقعد احنا عندنا عوادها مطلعه هو ده.
10 على 10 بالنسبه 10 على 10 بالنسبه للتعامل اداره نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور وامير مرتضى منصور في ملف ابو جبل وملف ملف طارق حامد، وده يمكن اللي انعكس بالايجاب على اداء ونتائج فريق كره من نادي الزمالك في الماتشات الاخيره. اخر ماتش اللي هو كان طارق حامد لعب فيه كان ماتش الاهلي، كان الزمالك اتغلب 5-3 وكان موجود محمد ابو جبل والاثنين اللي الزمالك اتغلب 5-3. النتائج اتعدلت والزمالك لعب اخر مباراه قدام النادي الاهلي الماتش 2-2 وكان الزمالك الافضل واقرب للفوز بدون الاثنين دول وبالتلامذه. بالظبط بالتلامذه. العدل اساس الملك بالتاكيد، زي بتفق مع الشراوي 10 على 10 في الملف ده. اصبح في مفهوم جديد في نادي الزمالك انه نادي الزمالك لا يقف على احد، نادي الزمالك هو النجم الاوحد، مفيش نجوم فوق منه، نادي الزمالك فوق كل اللاعبين. ده بيتقال في هذا الملف فيما يتعلق، اتوقع بعد نهائي الكاس سيتم اعلان مصير طارق حامد ومحمد ابو جبل، وان اشرف بشاري هيكمل معانا لحد امتى، هيتم اعلانه عقب نهائي الكاس. في كلمه واحده تقولها للعيبه زي ما بتقول لهم قبل النهائي، لعيبه الزمالك عاوز اقول لك حاجه يا احمد، بالنسبه في اطمئنان عند جمهور الزمالك، عارف في مدرب كبير على الخط، اللعيبه الشباب عندهم احساس بالمسؤوليه وعندهم روح الفانيلا البيضاء. واثنين، الى جانب العداله اللي وفرها امير والمستشار مرتضى منصور في فريق نادي الزمالك، هناك شيء اخر تم زرعه في الفريق، وهي حاله الحب. حاله الحب في الفريق، كان الاول فريق شلاليه، لكن عوده الحب للفريق هي اللي خلتك دلوقتي بتتصدر بطوله الدوري، واللي خلتك توصل تقدم العروض الحلوه وتخلي جمهور الزمالك يلتف حوالين لعيبه نادي الزمالك. هي عوده الحب، عوده الحب والعداله وعوده التالق لعبد الشافي صادق الله يكرمك والمنتصر الرفاعي ولمحمد الشرقاوي حبيبي يا زعيم في بيت الزمالكاويه وقناه الزمالك. انا عايز اقول حاجه اخيره، لعيبه الزمالك ما تتكلش على بعض في مباراه الاهلي، بشوف ان كل النجوم موجوده كتير، فممكن لعيب يكسل يرجع يغطي مع زميله، يا ريت الموضوع ده يختفي. نورتوني الله يخليك، نورتنا شرقاوي، نورتنا منتصر، نورتنا شرقاوي. انا سعيد جدا كنت موجود معاك ان شاء الله. كل التوفيق لنادي الزمالك، هشوفكم ان شاء الله الاسبوع اللي جاي ان شاء الله. يا رب يبقى يعني ابارك يوم الحد، يمكن ابقى معاكم ان شاء الله يوم الحد الجاي ان شاء الله، ابارك لكم ان شاء الله بمكسب ماتش الاهلي ومكسب ماتش سموحه ان شاء الله، وتبقى الايام اللي جايه ايام بيضه علينا كلنا. تصبحوا على خير.